اهلا بيكم في حلقه جديده من الريموتادا، وانا ابتديها معاكم النهارده فقره الترند اللي مستعرض فيها ابرز الاحداث الرياضيه اللي تصدرت المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. بدايه ترندنا النهارده مع محمود عبد المنعم كهربا، احد النجوم البارزين في النادي الاهلي، ونقدر نقول عليه انه دخل في ازمه مع مدربه مارسيل كولر اللي قرر استبعاده من مباراه ثانيه على التوالي لاسباب فنيه. محمود كهربا اللي كان النجم الابرز في الاهلي الموسم الماضي ونجح في قياده الفريق للتتويج بخمس بطولات وتمكن من انه يكون المهاجم الاساسي للفريق، كانت بدايه ازمته مع كولر لما طلب انه يتم استبعاده من مباراه ميديامي عشان يحضر فرح اخته، وده القرار اللي استغربه مدرب الاهلي اللي دايما بيمشي بمبدا ان الفريق اهم من الافراد. اصرار محمود كهربا على حضور فرح شقيقته خلى كولر يوافق على طلبه، لكن المدرب السويسري كان مجهز حاجه اكبر للعيب الاهلي وقرر يستبعده من حساباته قدام بلديه المحله، مع احتماليه استبعاده برضه من الماتشين الجايين امام يونج افريكانز والزمالك. كهربا بيحاول دلوقتي يصلح العلاقه بينه وبين كولر عشان يرجع لحساباته من تاني، ونشر النهارده مقطع فيديو عبر حسابه في موقع انستجرام وهو بيتدرب في مران المستبعدين من مباراه بلديه المحله، وده دليل على التزامه انه بيسمع الكلام للجهاز الفني. ازمه كهربا كان ليها مردود كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعالوا نشوف اول تعليق معانا وهو من الشاعر اللي قال: برافو كولر على قراره باستبعاد كهربا من مباراه المحله، كان لازم يكون في رد فعل ضد اللاعب وضد مجلس الاداره الوافق على عدم الاحترافيه اللي حصلت، مفيش لاعب اكبر من المجموعه ويا ريت يرجعوا مكانه جناح افضل من ترتيبه الثالث كمهاجم. التويتة التانية: أنا شايف تهويل في الموضوع كهربا يا جماعة، الراجل بيقرص ودنه عشان حوار الفرح، وكده كده وسام هياخد أكتر، والماتش اللي جاي هتلاقي كهربا موجود عادي، فبلاش تهويل للأمور. التويتة التالتة: بصراحة أنا مع كولر إنه يخلي منافسة بين اللعيبة وما يخليش الأهلي يعتمد على لاعب واحد حتى لو كان كهربا. ودلوقتي تعالوا نشوف اراء الجماهير في خروج محمود عبد المنعم كهربا من حسابات مارسيل كولر في الاهلي، ونرجع لكم مره ثانيه. عايز اخد رايك في خروج محمود كهربا من حسابات كولر الفنيه من مباراه البلديه. لا، انا ضد ان هو يستبعده في الفتره دي بالذات، لان كهربا لاعب مهم جدا، و وهو المفروض لو كان في اي عقوبه كان المفروض يبقى عقوبه ماليه، تمام، بس هو لعيب كويس وصانع اهداف، لا انا ضد ان هو يستبعده الفتره دي. انا بحب كهربا، بس شيء طبيعي في الملعب لما يحصل يخرج في الملعب عادي، ما يستبعد من التشكيل برضه عادي، يزود الفنيات بتاعته، يجهز نفسه بدني وينزل اول في الملعب. هو تقريبا ممكن ما يكونش خارج من حساباته، يعني هي الفكره بشكل كامل هو الماتش ده بس عشان خاطر هو كان في فرح اخته وكده، فهو بس معانا اتنين مهاجمين تانيين، في وسام ابو علي وفي مودز، فهو الماتش ده بس، بعد كده تلاقيه ممكن اتمنى يعني ان هو ما يكونش خارج خالص. يعني هو كهربا في الوقت الحالي هو مهم للاهلي، لان هو لعيب مهم وممكن تستنى منه في اي لحظه جون، فهو فعال. كون ان هو بيعاقبه عشان خاطر فرح اخته تقريبا عشان هو متضايق منه او زعلان، لكن انا بالنسبه لي كهربا مهم في اي ماتش، لانه ممكن تستنى منه في اي لحظه وهو هداف عقوبه ماليه، ما يتعاقبش ان هو ما يلعبش الماتش. والله هو مش احسن حاجه، بالذات ان مودست مش شغال كويس واداله كذا فرصه، ولما كهربا بينزل بيأدي احسن من مودست بكتير. مودست في الفتره الاخيره بياخد دقائق اكتر بكتير، ومع ذلك ما سجلش، هو يمكن بس الهدف الاخير اللي صنعه لحسين الشحات، بس كهربا بيبقى فعال اكتر بكتير ومنسجم مع اللعيبه اكتر. هو انا شايف ان القرار مستبعده مش بسبب اسباب فنيه، لان كهربا كان الفتره الاخيره كلها مشارك بصفه اساسيه مع كولر. القرار اللي انا شايفه من وجهه نظري ان هو بسبب الاحداث الشخصيه بتاع كهربا، اللي هي بسبب فرح اخته والحاجات زي دي، وانا شايف ان هو قرار موفق جدا جدا، لان ما فيش لعيب يقدر ان هو يقول لك انا مش مثلا مش هبقى موجود او عايز اخد اجازه او عايز مش هسافر مع الفرقه عشان فرح اختي. لا لا، ده انت يعني في لعيبه اكتر من كده، كان عندنا مروان عطيه وفاه والده، ربنا يرحم والده، كان عايز يلعب.
دلوقتي تعالوا نروح للترند الثاني معانا في حلقه النهارده، وهو عن حكم مباراه النهائي بطوله كاس مصر اللي هتتلعب في السعوديه يوم 8 مارس اللي جاي، وهتشهد متابعه كبيره من جميع في مصر والوطن العربي، خصوصا مع وجود جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وروما السابق في طاقم التحليل الفني للماتش ده. المباراة اللي بتعتبر انها واحدة من ابرز مواجهات الموسم ده في الكورة المصرية، باعتبار انها بتجمع اكبر فريقين في مصر والوطن العربي، كمان للظروف المحيطة بيها، وان نهائي بطولة كاس مصر هيتلعب لاول مرة خارج الملاعب المصرية. مستنيين نعرف طاقم حكامها بشكل رسمي خلال الايام القليلة اللي جاية. لجنة الحكام في اتحاد الكورة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا مصرة على اسناد مباراة نهائية كاس مصر طاقم تحكيم مصري، وأبرز المرشحين لإدارتها هما محمد معروف وإبراهيم نور الدين، لكن في مطالبات جماهيرية تانية بتعيين طاقم تحكيم أجنبي للماتش ده تفاديا لحدوث أي أزمات. رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكيد كان ليهم تعليقات على احتمالية تعيين حكام مصريين لماتش الأهلي والزمالك اللي جاي، وأبرز التعليقات كانت من أحمد خليل اللي كتب على حسابه: يعني نريح دماغنا من وجع الدماغ ده كله، هاتوا حكم اجنبي، واوعى تقول لي لائحه الاتحاد الكوره المصري لكره القدم ما بنقولش حكم اجنبي، اصل برضو هي نفس اللائحه بتقول ما ينفعش نهائي كاس مصر يتلعب خارج مصر. مصطفى بيقول: ما ينفعش تبقى رايح تلعب نهائي الكاس في الرياض في وسط احتفالات وبث مشترك ونقل واخراج على اعلى مستوى، ويكون معروف او امين او عادل او البنا حكم اللقاء، ونشوف كوارث التحكيم والاحتواء وحكم بيحتفل بهدف في ارض الملعب، هات حكام اجانب على اعلى مستوى وما تبوظش الطبخه على بشل الملح. دلوقتي تعالوا نروح نشوف اراء الجماهير في الشارع المصري عن احتماليه تعيين حكام مصريين لمباراه نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك، ونرجع لكم مره ثانيه. عايز اخد رايك في قرار تعيين طاقم تحكيم مصري لاداره مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. بص، انا شايف ان التحكيم المصري كويس جدا، والتحكيم المصري ان هو يفضل معانا في كل حاجه دي حاجه انا شايفها كويسه جدا، والتحكيم المصري عمل اداء كويس قوي في بطوله افريقيا، تمام، وفي حتى واحد محمد معروف ده كان من الناس اللي هي الكويسين جدا وعمل بطوله كويسه جدا، وانا شايف ان التحكيم المصري احنا على طول في ظهره، وان هو يعني التحكيم المصري احنا على طول مع ان التحكيم المصري ينزل في كل الماتشات يعني والبطولات. انا شايف من وجهه نظري ان طالما الماتش بقى ماتش عالمي كده وفي استوديو تحليل عالمي وكاميرات عالميه واخراج عالمي وشغل كبير، كان المفروض حكم اجنبي كان هيفرق، كان هيمنع اللغط اللي موجود في الشارع المصري ان نقول الحكم ده منحاز للفريق ده او منحاز للفريق ده، مع ان انا زملكاوي، بس انا شايف ان التحكيم الاجنبي كان هيمنع اللغط اللي هيبقى متواجد ما بين الجماهير. كنت اتمنى ان المفروض يكون في طاقم تحكيم اجنبي افضل، لان المباراه هتبقى قويه بين الاهلي والزمالك وبيبقى ماتش قوي كده، فربنا والحكم المصري ممكن يتأثر بالجماهير وكده، وان شاء الله تبقى مباراه ممتعه يعني وحلوه يعني. لا طبعا قرار خطا جدا جدا، يعني مش في صالح الكره المصريه، في صالح الفريق الاحمر بس للاسف الشديد يعني، لان طبعا التحكيم بيبقى محيز للاهلي الاول حاجه، وبعد كده للزمالك، وبعد كده للفرق الاخرى، وده شيء معروف من يوم الكره بدات في مصر يعني. كنت اتمنى طبعا حكام اجانب لعده اسباب، دي نهائي السوبر وبين الاهلي والزمالك قمتين في القمه المصريه، تمام. دلوقتي احنا بنتكلم مثلا دلوقتي بين الاهلي والزمالك، ودلوقتي في مجلس اداره الاهلي جه مجلس اداره نادي الزمالك او جه نظام نادي الزمالك، دلوقتي احنا عايزين يعني كنا العلاقه تبقى كويسه، ما جيش مثلا حكم مثلا مصري بالظبط السبب في المشاكل دي. طبعا قرار موفق، وانا موافق معاه جدا، لانه القرار ده هيساعد الحكام كلها، التحكيم بتاعنا والتحكيم بتاعنا هيشتغل كويس جدا، وحكمنا برضو في البطوله اللي فاتت بطوله افريقيا كان كويس، وعملنا اداء جميل جدا، والناس كلها كانت مبسوطه، وما كانش في اي مشكله في التحكيم خالص، وكمان احنا بندعم التحكيم بتاعنا مصر، ولازم ندعم مصر. محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي قدر يتصدر الترند الرياضي في مصر والسعوديه النهارده، خصوصا بعد التويته اللي كتبها كابتن احمد حسام ميدو، واكد فيها ان الفرعون هينتقل للدوري السعودي اعتبارا من الموسم اللي جاي. تغريده كابتن ميدو اللي كتب فيها: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم، تم توقيع العقود. انتشرت بسرعه في معظم الحسابات والمواقع الرياضيه، وبدأت من بعدها التوقعات عن نادي جديد اللي هينتقل للفرعون في الموسم الجديد.
تعالوا نشوف ابرز التعليقات على انباء انتقال محمد صلاح للدوري السعودي في الموسم اللي جاي. واولها كانت من خالد السحيمي اللي كتب: محمد صلاح وقع على حسب كلام ميدو، صلاح اذا وقع لغير الاتحاد فدي كارثه في حق دورنا. الفريق الوحيد اللي فاوضه الصيف الماضي هو لاعبنا، وصلاح لابد ان يكون في جده. فيصل قال: جميع أندية الصندوق لديها فائض من اللاعبين العالميين، إذا جلب صلاح لأحدهم فهو ظلم للنادي وظلم للاعب نفسه. أنسب وأفضل نادي وذي حجم محمد صلاح هو نادي الشباب، غير كده تعتبر هدر مالي وفني. محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم وتم توقيع العقود، أتمنى أن ده ما يحصلش ويكمل مسيرته ليفربول، قال كده محمد إبراهيم. وفي الترند العالمي تصدر لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الأسباني المشهد بعد الأنباء عن تمسكه بالاستمرار في الملاعب وعدم الموافقة على عرض مدربه كارلو أنشلوتي بالانضمام للجهاز الفني للفريق في الموسم اللي جاي. مودريتش البالغ من العمر 38 عام، معدل مشاركاته مع ريال مدريد في المباريات انخفضت بشكل كبير في الفترة اللي فاتت، لكنه مازال بينجح في قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات، وآخرها على إشبيلية في الدوري الإسباني في اليومين اللي فاتوا، وده اللي خلى رواده مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على المستوى اللاعب الكرواتي. وكانت أبرز التعليقات من جمال الحربي اللي كتب: كفاية خوف، كفاية خجل، وكفاية مجاملات، أفضل وأجمل وأرقى من ارتدى الرقم 10 في تاريخ كرة القدم هو الأمير الساحر لوكا مودريتش. نادر قال: لوكا مودريتش والله فارق عن الكل. كده تكون خلصت ترندات الريمونتادا النهارده، لكن مكملين معاكم حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن محمد عباس.